بنتي هذا مع بابا جينا هنايا لونديغو باش نشريو الزراعه كمان نكملوا الزراعه. دابا فاض الوقت هذا ديال الزراعه. ايوا خليكم تعرفوا الوقت هذا دابا ديال الزراعه. جيت انا وبنتي وغادي نوريكم شنو غادي ناخذ باش غادي نزرع، وراني غادي نصور لكم كل شيء باش اللي فيها شي عكز تنفضوا عليها وتزرع بحالنا. وعادي وخا رمضان هي الجو اليوم رائع جدا جدا، فخليكم مع الفيديو. ثانك يو ماما بنتي. اليوم لبستها قفيطين فستان. تارا وين رايحة؟ المشكل ديال الزراعات المزروعات. ماما كيفول؟ يس بكير. هذه مطيشة بدك ماما؟ لا ماما مش راكبين هذوك مش إلنا. النوعية ديال المطيشة صغيرة. I'm gonna play some flowers, are you? Yeah. Awesome! Enjoy, you have such a pretty dress. Yeah. That's my dress, نشوف الكويس اللي بيولع. ما كتعرفوا دابا الصيف صيف وقت الشواء والصيام، ما تسالش الواحد دابا ما يقصرش. تارا هاي مرحبا، قولي مرحبا. مرحبا حبيبتي. السلام سلام. قولي السلام عليكم. السلام عليكم. حيقع منتجات الصيف دابا ملي سالينا من مطيشة غادي نمشيو وسالينا من داكشي ديال الشوا اللي خاص الشوا
غادي نشويو الصفايا ديال المسبح اللي كتصفي لابيسين والماء ديال لابيسين. واحد المفاجاه درتها في لابيسين غادي نصورها لكم قريبا، غادي ننزلها ما غاديش تخطر لكم على البال، ما غاديش تخطر لكم على البال ولاول مره في التاريخ. فخليكم مع الفيديو ان شاء الله قريبا غادي ينزل. ها نتوما، انا بصراحه عندنا جوج ولكن قدامين، هذا اللي كي يشعل العافيه ما طيش لتحت، هذا اللي كي يدي العافيه للبريكه ولا ما عرفتش كيفاش. هذا الفحم، الفحم هذا، هذا هو المشتل اللي فيه كل شيء خاص بالزراعه، كل شيء النعناع راه ديجا خديته وزرعته وصافي. هذه هي اجواءنا ديال الزراعه. دابا غادي نمشيو للدار غادي نصور لكم الزراعه وداك الشيء وتشوفوا اجوائي في الصيف.